السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم حلقكم الشباب، إن شاء الله طيبين. عدنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة بيمجي درايف أو محاكي الحوادث. فقبل لا نبدأ الفيديو حقنا، لا تنسون الصلاة على النبي وتضيفني على الإسلام هنا، ولايكك وحش واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات. وأتمنى لك مشاهدة ممتع. طبعا يا شباب، اعلان بسيط جدا قبل لا ندخل في الفيديو عن بطولة اوفر واتش 2 والمقامة باذن الله من الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية. فاذا انك حاب تزورهم او تروح تتابع هناك او حتى تحضرها على التويتش، تقدر عزيزي المشاهد باذن الله. الان احنا في الاسبوع الثاني، حيكون الاسبوع الثاني من يوم 11 الى يوم 13، والاسبوع الثالث حيكون من يوم 17 الى او عفوا من يوم 18 الى يوم 20. طبعا الفاينل حيكون يوم 20. محبين اوفر واتش، لا تفوتكم البطولة هذه، سواء قدرت تحضر في الرياض او انك تتابعها عن طريق التويتش. الروابط كلها بتلقوها في الوصف، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا يا شباب، عدنا لكم بتحدي المطبات عزيزي المشاهد، والان حتظهر لكم تعليقات المتابعين اللي اختاروا السيارات للحلقة هذه. وطبعا يا شباب، باذن الله اليوم عندنا مضمارين، بتكون واحد للسيارات الصغيرة واحد للسيارات الكبيرة، على اساس يكون في شوية من العدل، ما نجرب السيارات الصغيرة على مطبات السيارات الكبيرة. وبرضو اللي قالوا لي دفور ترى المطبات مرة كبيرة حق السيارات الكبيرة، صغرتها شوية وبنشوف اليوم كيف بيكون الأداء. طبعا السيارات اللي اخترناها اليوم عندنا 7 سيارات صغيرة، وعندنا هنا 4 سيارات كبيرة. فبنبدأ على طول مع أول سيارة من السيارات الصغيرة، ونقول باسم مو ريوس يا دفور، فنقول بسم الله ونتوجه على الكابرس والمتعارف عليها عندنا الصابونة في أول تجربة لمضمار السيارات الصغيرة. صراحة أنا ما أدري إيش اللي حيصير، ولكن أتمنى إذا أنك حاب السلسلة هذه ادعمها بلايك واشترك إذا ما كنت مشترك عزيزي المشاهد. أوكي، وصلنا المطبات على الكابري الصابونة، عطني سلو موشن. أوكي، زي ما شايفين المطبات مو مرة كبيرة، في طاسة عندنا طارت. أوكي، في الطاسة اللي قدام طارت، وفي الجنب الثاني بعد. الصابونة ما شاء الله مساعداتها جدا أسطورية، ومع ذلك قاعدة تضرب يعني ضربات قوية. خلنا نسرع. يا ساتر، اللحية طارت يا عيال، اللحية طارت يا ساتر. اوكي، لا في ضربة جت على الوجهية، راحت فيها الصابونة او الكابرس يا شباب. يا ساتر يا ساتر، في بعض المناطق نزلت باسم امبالا. فا اوكي يا ساتر، كمل يا مدير كمل. الو، لا، هل تتوقعون الصابونه بتعدي المطبات؟ بما انها اول سياره سيدان ما ندري لحد الان، لكن لا زالت صامله صراحه. الو، والله صامله، والله ما قصرت، بيض الله وجهك يا الصابونة، والله ما قصرت. ما توقعت صراحة ان اول موتر في الحلقة انه بيعدل المطبات. يا ساتر، اوكي محبين الصابونة لايك لايك العيون. برضو عزيزي المشاهد، يعني اذا انك حاب تشوف موترك في الحلقة القادمة من السلسلة هذه، اكتبه تحت في التعليقات باذن الله نجيبه. الموتر اللي بعده عندنا هوندا اكورد موديل 2020. قاعد اشوف يوم قامت، ما ادري الكبوت يلعب، الله يستر. خلينا نشوف الاكورد ايش حتسوي مع المطبات. اوكي، على سرعه 200 تقريبا 30، يعني 228 وصلنا المطبات. ويا ساتر يا شباب اللي موجودين في التيك توك، يا ساتر الاقلاع اللي موجودين في التيك توك يا شباب، ترى اذا انك تبي تطلب موتر، الطلب ترى في التطبيق الاحمر، فاهمين؟ هناك الطلبات للمواتر يا شباب، مو في التيك توك. فخلينا نشوف. الو يا ساتر، لا 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 لا، والله راحت فيها الاكورد، والله راحت فيها الاكورد. يا ساتر، كمل يا مدير. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي، ما اتوقع انها حتعدي. يب، ما اتوقع انها حتعدي يا شباب، مستحيل لان انقلبت. فا اوكي، الاكورد وصلت للمرحله هذه، شكرا انها طلعت.
برا يعني ريحتنا بدل ما نقعد نطلعها عن الشارع. الآن حنروح للموتر اللي بعده ونشوف فين حيوصل. طبعا الموتر اللي بعده حيكون من فئة الاس يو في او المواتر الكبيرة، وعندنا لاند كروزر 2009. طبعا الموتر هذا صراحة من المواتر اللي كل ما نجربها في تجربة المطبات تعدي من المطبات، فما ندري اذا انه حيعدي او لا، الله اعلم. خلينا نشوف ايش حيكون اداؤه في الماب هذا. اوكي وصلنا المطبات على لاند كروزر 2009، واول مطب نقز، اول مطب نقز. المطب الثاني كيف حيكون؟ اوكي لا والله اموره طيبه يا عيال، اموره طيبه. حيد العين يا لاند، يا ساتر يا ساتر. اوكي مطب كبير، مطب كبير، لكنه والله انه بطل، والله انه بطل. يا ساتر، كمل كمل تكفى. الو هاي والله ما قصر اللاند كروزر، والله ما قصر. حكينا التيك توك، تعالوا التطبيق الاحمر عشان يمديك تطلب على اخر مقطع، تطلب موترك. يا ساتر يا اللاند كروزر، محبي اللاند كروزر لايكاتكم ها، ونشر المقطع اذا كل موتر حقنا مشى. خنروح الموتر اللي بعده نشوف ايش اللي حيصير. الموتر اللي بعده عندنا المكسيمة عزيزي المشاهد، ها يا المكسيمة، روح روح روحي، عطها غير ثلاثة وروح يا مدير، روح يا المكسيمة. خل نشوف هل المكسيمة تتوقعون بتعدي من المطبات ولا لا، ما ندري. اوكي قربنا من المطبات على المكسيمة موديل 99 او 2000، وماشين 220 تقريبا او حل 200، واول مطب لا يا قلبي. ما ظنتي والله انه بتعدي، ما ظنتي انه بتعدي. يا ساتر، يو 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 يو. خلاص جي جي والله مكسيمة شباب، حبي المكسيمة يعني كان ودنا موتركم يعدي، لكن لعله بيج عليه شوي. يا ساتر، هل تتوقع؟ لا والله انقلب، توي اقول يعني تتوقعون لو وقف على الكفرات ممكن انه يمشي. اوكي خلاص، يا ساتر يا ساتر، خلاص ما عاد بيمشي. اوكي شلناها عن الشارع، وصلت للمرحله هذه من الماب، ونروح للمطر اللي بعدها نشوف ايش يصير. هلا بالكبوره بدل 2000، خلينا نشوف ايش حتسوي مع المطبات. من زمان عن الكامري والله، يا ساتر. اوكي يعني اجتمعت موترين كلهم طيارات، مكسيمة وكامري، ايش اللي حيصير؟ مين حيعدي الثاني في المطبات؟ الله اعلم. اوكي على الكامري 99 وصلنا المطبات على سرعة تقريبا 200 الى 220، واول مطب اوكي اول مطب راحت الوجهية يا مدير، اول مطب راحت الوجهية. المطب الثاني اوكي، يا ساتر والله طاحت على طول على المطب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هل حتعدي المكسيمة؟ الله أعلم. والله عدت، والله عدت تيم الكامري، لايكاتكم شيروا المقطع انشروه في كل مكان. يا ساتر يا الكامري، والله ما قصرت صراحة، عدت المكسيمة ووصلت تقريبا جنب الأكورد أو قبل الأكورد بشوي. طيب شلناها عن الشارع زي ما شايفين عن هذه الأضرار اللي جتها، وبنروح للموتر اللي بعده ونشوف فين حيوصل. الموتر اللي بعده عندنا باترول موديل 2022، خلينا نشوف أداء الباترول مع المطبات، هل زي اللاند كروزر 2009 بيعدي ولا لا، مع اني ما أظن، لأن جنوطة كبيرة فالله يستر. والله طيارة يا عيال، وصلنا المطبات على سرعة 220 وأول مطب، يا ساتر شكله بيتوفى يا شباب. يو 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 يو، والله راح فيها، والله والله راح في عالتندة. يا ساتر يا ساتر، راح فيها الباترول يا عيال، والله ما ظنيت الباترول يعني ها بيجملها ويعدي. اوكي طاح الكفرات، هل لسه يمشي؟ والله ما يمشي للأسف. ما يمشي للأسف، حتى لو أشبك دبل، خلنا أشبك دبل نشوف. لا والله حتى لو تشبك دبل، حتى لو تشبك دفلوك يا رجل، خلاص
ما في فائدة. اللاند كروزر لحد الآن والصابونة هم المتصدرين يا شباب. جنا عن الشارع طبعا في ناس كانت تقول مستحيل في مواتر تعدي، لا في، شوف اللاند كروزر عدى. فمع اني ما صغرت كل المطبات يعني اشياء بسيطة بس اللي عدلت احجامها. خل نروح المواتر اللي بعده نشوف ايش اللي حيصير. المواتر اللي بعده من المواتر اللي توها نازلة جديدة السوناتا عزيزي المشاهد، هذه والله يبي لها هجولة، والله يبي لها هجولة من زمان والله عن حلقة الهجولة، لكن ان شاء الله انها بتعود باذن الله. اوكي وصلنا المطبات وعلى سرعة 190 على السوناتا. راحت الوجهية. اوكي راحت الوجهية، والله والله راحت الوجهية مع هالخلفية. اوكي يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي على الكفرات امورها طيبة، امورها طيبة ان شاء الله، بس انها مع التلف مع التلف والله خلاص، لا على التلف ولا على التمشي. والله تصدقون يعني احس اضرارها ما هي مرة عالية، ووصلت يعني مرحلة كويسة يعني قبل المكسيمة بشوي، فما قصرت والله. خلينا نروح للواتر اللي بعده نشوف يعني يوصل. هلا والله هذا العين السلق عاد اتوقع ناس كثير تحبه. روح روح يا الربع روح عاد، اذا انك تحب الربع يعني لايك استاهل، او اذا كنت هناك يعني في التيك توك حط قلب يعني. اوكي وصلنا المطبات وعلى سرعة 190. اوكي والله اول مطب يا عيال احس انه مرة قوي. احس اول مطب مرة قوي. يا ساتر المطب الثاني. الو الو والله راح فيها الربع يا عيال. المطب الاول مرة قوي فنقزته كانت جدا عالية، فلعلها جابت العيد في الربع. هل تتوقعون لسه يمشي؟ للأسف ما يمشي، حتى لو نشبك دبل نشبك للأسف الشديد ما عاد يمشي. فالربع وصل للمرحلة هذه من الماب يعني قبل السوناتا بشوي، صراحة صدمني والله، توقعت انه يعدي المطبات بس ما ادري هي السالفة. تدرون احس البوغاتي بخليها اخر موتر البوغاتي. خلينا نجرب الانترا موديل 2013. عينك على الداخلية والله ضابطينها تصدق، يعني مو مرة بس انها على الاقل يعني مضبوطة والله. فخلينا نشوف الانتر 2013 هل حتعدي المطبات ولا لا؟ ما ندري صراحة، خلينا نشوف. اوكي وصلنا المطبات على سرعة 190 على الانترا 2013. يا ساتر تكسر القزاز واقلعت، اكيد انها لو طاحت على المطب جي جي. لا حلو 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 المطب الثاني. امور طيبه والله، امورها طيبه لحد الان. الو والله ضربه قويه، والله ضربه قويه المطب الثاني، ضربه ثانيه قويه. يا ساتر اوكي انفقع التانك حق البنزين. اوكي شويات وحيطفي الموتر شباب، شويات وحيطفي. الو لازال شغال الموتر، لازال شغال لكن ما يمشي للأسف الشديد. أوه والله راح فيها يا عيال، حتى ما عاد لا يلف لا يمين ولا يسار. خلينا نشيلها بس عن الشارع ونروح للموتر اللي بعده. أوكي عاد الموتر هذا أنتم عارفين يعني شو اسمه ذا الفئة البنات هم اللي يعني دائما يفضلوا المواتر هذه، فلازم نجربها في اللي هو التحدي هذا. هم ما طلبوا ولا حد طلب يعني، بس انه كذا انا اختار كذا عشوائي اللي موجود كذا احسه حق بنات لازم نجيبه شباب. اوكي وصلنا المطبات وعلى سرعة 180 واول مطب، والله هذا حرام اجربه هنا، احسه حرام اجربه هنا يا اخي. نازل مرة نازل مرة والله، يا ساتر راحت الوجهية. نعوضكم ان شاء الله في المقطع القادم باذن الله. يا ساتر راح فيها والله، وين وصل اخر واحد اكيد. ان شاء الله يعني المقطع القادم يصير المواتر هذه الكروس، ما ادري اسمها كروس اوفر والله ما ادري، نجربها يكون في المضمار الثاني. طيب شلنا عن الشارع ونروح لاخر موتر معنا في حلقتنا، بوغاتي تشيرون بلس 300. يا ساتر
ايش اللي حيصير، كم حتمشي ما ندري. روح يا البقعدي روحي، يا ساتر يا القوة، يا ساتر، يو 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 يا عيال، 300 350 360، عطني سلو موشن 370. شوف اول مطب ايش يصير، اقلع اكيد، انفكت البطانات شباب. كويس ما تفكك الموتر كامل. يا ساتر، اخر شيء شفته قبل المطب كانت 360. يا عيال الموتر بينقسم اثنين هذا ولا ايش؟ حسه انفصل. يا ساتر، يو يو يا عيال، انفصل من النص. انفصل من النص. يا ساتر، كمل كمل يا مدير. اوكي عدينا واحنا نتشقلب يا عيال. هنا ولد، اي ولد، الباب ورا. الباب ورا يا ولد، والله ما قصرت. لا 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 تكفل، لا تطيحين في البحر، لا تطيحين. المطر مش ما عاد يشتغل ولا عاد يمشي ولا عاد يسوي ولا شيء. اوكي يعني ختامها يعني شاور يا شباب. بس يا شباب هنا نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا، اتمنى انها نالت اعجابكم. برضو اذا حابين تشوفون سياراتكم في السلسلة هذه اكتبها في التعليقات، وباذن الله نجيبها في الحلقة القادمة. نشوفكم على خير، في امان الله.